نحن نقوم بنشر التوعية في المناطق الشعبية لأنها فئة مهمشة في المجتمع وتعزف عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لأنهم يعتبرون أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية. لكن بعد حصول اليمين المتطرف على نسبة عالية نقوم بتوعيتهم وحثهم على المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات لأن هذه الفترة حساسة للغاية وعليهم المشاركة لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف الذي يشكل تهديداً لهم في الوقت الحالي. نسبة المشاركة بالانتخابات الأوروبية الماضية كانت 50% لأن الكثيرين لم يهتموا لها معتبرين أن الانتخابات لا تعنيهم في شيء، ولكن الآن هم معنيون بشكل مباشر لأن فوز اليمين المتطرف يعني مزيدا من العنصرية. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي هي في قلب المشروع الانتخابي للجبهة الشعبية الجديدة التي تضم أحزاب الخضر وفرنسا الأبية والاشتراكيين والشيوعيين وجميعهم متفقون على عدد من المطالب في حال تحقيقهم للأغلبية المطلقة في البرلمان، من بينها الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف فوري لإطلاق النار وحظر بيع وتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.